السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحل او هنستكمل حل اسئلة لسن 4 في يونت 1 من كتاب بيت باي بيت. هنحل اسئلة الدرس الرابع في الوحدة الاولى من كتاب بيت باي بيت. قبل ما ابدا معاكم احب اذكركم انا باذن الله شغاله معاكم من كتاب بيت باي بيت وكتاب المعاصر وكتاب جيم. طبعا اسم القناه على اليوتيوب الانجليزي وجماله، وتابعونا على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحه تعلم بكل سهوله. ونبدا في فيديو النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه حطوا لايك للفيديو علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده، وشيروا الفيديوهات لاصحابكم وضيفوا اصحابكم للقناه علشان نواصل ونستمر. اول سؤال بيقول لي ماتش وصل. هنا بقى بنوصل الكلمه بالصوره اللي بتدل على الكلمه. اول كلمه معانا كاسل. كاسل يعني قلعه. فين صوره القلعه؟ لتر اي. يبقى هنوصل كاسل بلتر اي، او ممكن نكتب الحروف جنب الكلمه. نمبر 2 جاينت يعني عملاق، رجل عملاق، يبقى لتر سي. نمبر 3 كيج يعني قفص، لتر بي. نمبر 4 تشوب يقطع، لتر دي. نمبر 5 كاندي حلوة، لتر اي. بعد كده سيركل ذا اود وان اوت، ضع دائرة حول الكلمة المختلفة. نمبر 1 كيك جريب رايس رين. هنا لو احنا هنختار الكلمة المختلفة في النطق هتبقى رايس، تمام؟ يبقى دي كده الكلمة المختلفة في النطق. طيب احنا هنا لو هنحلها بطريقة تانية في اخر الكلمة المختلفة، طبعا هنا كيك يعني كيكة او تورتاية، جريب عنباية، رايس قرص، كلهم فود اطعمة ما عدا رين مطر. فاحنا هنا ممكن نحل السؤال ده بطريقتين، هو كده الكتاب مش موضح هو عايز انهي طريقة من الاتنين. فاحنا هنا لو هو بيقصد الصوتيات، نطق الكلمة يعني صوت الحرف في الكلمة، يبقى في الحالة ديت الكلمة المختلفة رايس. لو حسب المعنى بقى يبقى الكلمة المختلفة رين، تمام كده؟ طيب في نمبر 2 عندنا stay acts grab throw زي كده. يعني هنا عندنا ثلاث أفعال stay يقيم، grab ينتزع، throw يعني يلقي أو يرمي، كلهم فيربس ما عدا اكس يعني فأس، يبقى دي الكلمة المختلفة. نعمل عليها سيركل، كلهم فيربس ما عدا اكس اسم شيء. نمبر 3 عندنا بور فقير، ريتش غني، انجري غضبان، مانجو يعني مانجا، كلهم ادجكتيفز صفات. نمبر 4 بين كلايم سيل فول، كلهم افعال ما عدا بين. بعد كده تشوز ذا رايت انسر فروم اي بي اور سي، اختر الإجابة الصحيحة. نمبر 1 جاك سو ا فيري بيج بيرسون، هي ووز ا جاينت. جاك رأى شخص كبير جدا، هي ووز ا جاينت، هو كان عملاق. نمبر 2 ذا بيرد ووز انسايد ذا كيج، القفص كان بداخل هنا، سوري الطائر كان بداخل القفص. نمبر 3 ليتس بيك ا كيك، هيا بنا نخبز كيك. بعد كده نمبر 4 dogs and cats have tails، الكلاب والقطط ليهم ذيول. نمبر 5 a castle is a very large building built a long time ago، ده تعريف الكاسل القلعة، مبنى كبير جدا بني منذ وقت طويل. نمبر 6 I always help my mother، أنا دائما أساعد أمي. تشوب ذا فيجيتابلز في تقطيع الخضروات. نمبر 4 السؤال الرابع بيقول لي read and fill in the gaps، اقرأ واملأ الفراغات. هنا بنقرأ القطعة ونفهمها علشان نحل صح. جاك and his mother، جاك ومامته، didn't have money، ليس لديهم نقود. They were poor، هم كانوا فقراء. جاك سو اهن ان اكيج، جاك رأى دجاجة في القفص. next to the hen، بجوار الدجاجة، was a golden egg، كان موجود
بيضة ذهبية. جاك توك ذا هن. جاك أخذ الدجاجة. and sold the golden eggs. وباع البيض الذهبي. he was rich at the end. هو أصبح غني، أو هو بقى غني يعني، كان غني في النهاية. في نهاية القصة زي ما حكينا القصة. بعد كده سؤال نمبر 5 بيقول لي read and reorder the following to make sentences. اعد ترتيب الكلمات. أول جملة في الترتيب هتبقى Jack and his mother. جاك ومامته were very poor. كانوا فقراء جدا أو كانوا فقراء للغاية. نمبر 2 Jack saw a very big giant. يعني جاك رأى رجل كبير جدا يعني عملاق. بعد كده number 3 he was counting يعني هو كان يعد. bags of يعني حقائب من. bags of golden أو gold coins. عندنا هنا gold coins يعني هو كان يعد حقائب من أو أكياس من العملات الذهبية. تاني he was counting bags of gold coins. number 4 they sold the golden eggs. they sold the golden eggs to buy food. هم باعوا البيض الذهبي لكي يشتروا طعام. يبقى بنمشي واحدة واحدة كده ونشوف المعنى ايه علشان نرتب الكلمات او الجمل صح. بعد كده بنكتويت the following. ضع علامات الترقيم للآتي. في number 1 الدبليو في what اول حرف في اول كلمة في الجملة لازم ننزله كابيتال. الدبليو في what والجي في جاك في الاخر question mark علامة استفهام. number 2 ال في let's وابوستروف في اس وفي الاخر full stop. بكده يا حبايبي اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. لو عجبكم الشرح، لو بتحبوا تتفرجوا على الفيديوهات حطوا لايك للفيديو، شيروا الفيديوهات لاصحابكم وضيفوا اصحابكم للقناة علشان نواصل ونستمر. اذكركم تاني اسم القناة على اليوتيوب الانجليزي بجماله، اسم صفحتي على الفيسبوك تعلم بكل سهولة. اتمنى يا حبايبي تشتركوا في القناة، تعملوا متابعة للصفحة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.